كرام طبعاً موقع بصراحة الإخباري. أهلاً وسهلاً بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين وإحنا في أمن وأمان في مصرنا الحبيبة بمناسبة اليوبيل الذهبي لاحتفالات مصر أكتوبر المجيد هو في عام 50. يا رب كلنا ننعم بالأمن والأمان في مصرنا الحبيبة النعمة اللي نعمه الامن والامان بتكون نعمه كبيره جدا غير ما مش حاسس بيها كتير جدا مش حاسس بيها. عندي الصوت حضراتكم الأول مرة تشوفوا معانا أستاذ محمد سعد الصوت المميز في إذاعة قناة السويس أو القناة الرابعة اللي دايما بنسمع صوته في الراديو، وهو ده اللي واقف قدام حضراتكم وهو اللي هيقدم الحفلة. من شويه على منصتنا بصراحه مباشر ودانات الاحتفال في وضع اكليل الزهور، وبنصر اكتوبر وضع اكليل الزهور على قبر جندي المجهول هنا في محافظه بورسعيد امام ديوان عام المحافظه وفي ميدان المسله او ميدان الحمام او ميدان الشهداء. كان في احتفال كبير بحضور اكثر من 30 مدرسه واكثر من 1500 طالب وطالبه من مراحل تعليميه مختلفه، وهم اللي موجودين دلوقتي كنوع من الشكر والتقدير ليهم ان هم حضروا وساهموا اليوم ده. ودي بدعوه كريمه من صاحب المحافظ اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد لكل الطلبه اللي كانوا مشاركين النهارده. هو المفروض دلوقتي على وصول. فكل سنه وكلنا طيبين وربنا يجعل كل ايامنا خير، سواء كنا في مصر او في كل المحافظات دول العالم. ربنا ينعم علينا كلنا بالسلام والامن والامان، ويا رب نشوف كل دول العالم ما فيهاش حروب وما فيهاش اي الم لاي طفل او اي ست او اي راجل. بشكر حضراتكم.